هذه القمة الكروية الكلاسيكية التقليدية رقم 109 التي الافتتاح ولكنها مؤجلة في الدربي القبائلي الجديد ب2-1 و1 مع نادي أتلتيك بارب. الفريقين سنعيش 90 دقيقة من الإثارة والفرجة القبائل بينما أندي دولار كما يظهر في الصورة مع أخر ورباعي أساسي التي يدربها عبد الحق بن شيخة. هناك دقيقة صمت قبل بداية هذه مولودية الجزائر والكرة تلعب من هناك ثم تقطع الكرة مباشرة من هناك لزوغرانا يبحث عن كبري أو عن زكريو با 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 با. العربي ثابتي يفتح مجال التهديف للمولودية في حدود الدقيقة 8 تنتهي في شباك الحارس بالرابح وشبيبة القبائل قصص لهم العربي ثابتي. شوف الإعادة هنا، شوف اللعبة الثلاثية والتمريرة الدقيقة والرائعة لم يتأدد في لمسها ووضعها في الشباك وهز المدرجات للمرة الأولى في المباراة في الدقيقة 8. العربي ثابتي الورقة التي اعتمد عليها والتي راهن كم المباراة. تشاهد الخطأ الذي ارتكبه توفيق مساوي، الحكم قدر بأن الكرة خرجت بكامل قطرها إلى 5. أيمن الأحمر عبد العزيز في تنفيذ الركنية من الجانب الأيمن، تلعب الكرة في القائم الثاني. هذه المرة يتمكن محمد الأمين مداني من هز شباك المولودية وتوفيق مساوي قبل نهاية شوط المباراة الأول بثلاث دقائق في وقت مثالي. محمد الأمين مداني يهز مدرجات ملعب الراحل حسين أيد حمد في الدقيقة 48 من زمن المباراة، يعادل النتيجة ويعيد الكرة من جديد إلى نقطة الصفر أمام فرحة المدرب عبد الحق بن شيخة الذي يتنفس السعداء قبل نهاية شوط المباراة الأول. 1-1 بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر. محمد الأمين مداني ارتقاء جميل، كرة موضوعة بدقة اصطدمت بأحد المدافعين وسكنت شباك توفيق مساوي بقوة وباقتدار. شاهد التوقع، التحرك، الإرباك ثم الارتقاء والتسديد بقوة في الشباك للمرة الأولى من جانب الشبيبة. 1-1 بين الشبيبة والمولودية. اسوي للشبيبة، اسوي على مقولة الزميل فريد. واحد الذي لقى تجاوب كبير من طرف لاعبين تجاوبوا كذلك مع هذا الضغط. نعم. إيجابي ملعب وتظهر في هذه المدينة الرائعة، هذه المدينة التي بها واحد أثر على بعض اللاعبين. نعم. ولكن إيجابي إيجابي الضغط خاصة يعني هذا الجمهور بالديلور يخرج من المنطقة واللاعب كيبري هو اللي عوضه، لأنه كيبري هو اللي قام بالتمريرة إلى اللاعب نعيجي، نعيجي بدون ترويض هذا هو اللي اعطى الخلل بالنسبه لمدافعي شبيبه القبائل. يعني ولا واحد كان انا متاكد الكل كان يستنى نعيجي يدير ترويض بعد ذلك يدير تمريره يعطي بعض هو الوقت. اعطاها السرعه في التنفيذ مباشره خلى بين لاعب لاعب لا لاعب مقدم ومداني. يعني شكون اللي ياخذ تابتي اللي ماهوش مهاجم، هو جا من بعيد يعني جا من الخلف. هنا علاش ذكرنا قبل بدايه المباراه لو تذكر بلال ذكرنا قلنا انه المدرب بوميل اعتمد على خطه واحده اخرى ولا اعتمد على لاعبين او يعني بروفايلات اخرى من بينهم اللاعب تابتي. صراحه تابتي اليوم قدم يعني شوط اول في المستوى من ناحيه لما الكره تكون عند الحارس مساوي شوف اللاعب تابتي كيفاش يقعد يستنى ويقعد ما بين الخطوط وياخذ دائما هو ياخذ الكره مع الكرات الهوائيه اللي بطبيعه الحال ما عندوش مورفولوجيه كبيره يعني ما يتعاملش وخبرته، ولكن بدنيا لم يكن في المستوى اليوم. كان لي حديث لطارق انا وطارق في الكواليس وحنا نشوفه في الشوط الاول، قال لي طارق بهذه الكلمه انا تكلمنا على لاعب بودبوس كيف سيكون تواجد اليوم داخل أرضية الميدان، هل هو واجد بدنيا أو لا؟ انعكس ذلك داخل أرضية الميدان اليوم من رأينا اللاعب بودبوس بعيد كل البعد بدنيا، نحن لا نتكلم فنيا، واللاعب الذي يكون بعيد بدنيا الضعف البدني يعطي انعكاسه حتى الآن. مشاهدينا من شوط المباراة الثاني لاعب المجاهد الراحل حسين أيد حمد بيتيزي يتقدم دور التسديد. يا 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 كانت قوية جدا هذه الكرة
في أوروبا في الأندية الأوروبية الكبيرة. هذا الخزان وهذه المدرسة والأكاديمية. الكرة لمصلحة المولودية تعود لمحمد زوكرانا، يغير الجناح تماما من هناك لحمزة موالي. حمزة موالي يبحث عن المساندة، يوجدها المساندة، ترجع له من جديد. عربي تبتي تلعب الكرة بواسطة كبري من هناك، كبري وصل لياندي دولور، أندي دولور عربي تبتي، عربي تبتي وصلها زكريا نايجي من هناك، يلحق على الكرة زكريا نايجي بطريقة ممتازة، يتمكن من توزيعها العربي تبتي، يسلم. أوي 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 با 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 با. ما هذا الاستعراض؟ ما هذه الجمل التكتيكية؟ ما هذه النسوج الكروية؟ ما هذه الأهداف الجميلة؟ المولودية تبدع اليوم، تصنع الفرجة وتصنع المتعة من أهدافها الرائعة. علامة مسجلة في هذه المباراة للمولودية، هدفين بطريقتين استعراضيتين روعة. يا لها من فرجة، شوف لعادة كيف وصلت الكرة بعد جملة من التمريرات. زكريا نعيجي العربي الثابتي، لمسة اثنين ثلاثة في الشباك، يا سلام يا سلام على هذه الكرة، يا سلام على هذه اللمسة. الدور هذه المرة على محمد رضا حليمية الذي أضاف كل هدف الثاني لمصلحة مولودية الجزائر في الدقيقة في ذي الركنية التي ستلعب هذه المرة بطريقة ممتازة. با 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 كاد أن يفعل هواوي، افتقدت لبعض الدقة. نشوف الإعادة، قوية جدا كذلك من جانب فريق مولودية الجزائر. حكم يلتجئ إلى الفار. هناك أربع حالات تحديدا، أربع إمكانية وجود ركلة جزاء في التحقق من وضعية التسلل في الاعتداءات الخشنة. والإنسان حكم المباراة تقنية الفار قرر وقدر وفكر أن يحول البطاقة، أن يحول البطاقة إلى حمراء. أوي 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 أوي. يحول القائم فوق العارضة الأفقية لمرمى سيف الرابح. هل ستأتي النقطة؟ هل ستأتي الكرة؟ هل ستهز الشباك؟ والحارس مساوي توفيق، يتجاوز الجميع، يسبق الجميع. إما الخطر لا يزال موجودا. خروج الذكي من الحارس توفيق مساوي، ما تركش المجال للاعبي الشبيبة بن زايد وكذلك بوراس. تنفيذ هذه الكرة، تلعب الكرة لشبيبة القبائل، ولكن الكرة تخرج وتستخرج وتقطع، والحكم نبيل بوخلفة يعلن نهاية المباراة بتفوق المولودية باثنين مقابل واحد بهدفي العربي الثابتي، ثم كذلك الهدف الثاني الذي جاء بواسطة محمد رضا حليمية، بينما سجل الهدف الأول والهدف الوحيد للشبيبة المدافع المطرود بالبطاقة الحمراء محمد الأمير المداني. على وقع الروح الرياضية والأجواء